بتقول عزباه: حلمت اني ذاهبه للبقاله، خرجت وجدت امام بيتنا فجل ابيض، وجدت امام بيتنا فجل ابيض، وفي طريقي رايت خزان ماء كبير، وعند رجوعي رايت حنفيه بجانب البيت، ملأت سطل بالماء، ثم دخلت للبيت. كان عيدا، وجدت عائلتي وجدي ينتظراني للعشاء، عانقته وقبلته. والقبلة دي انت وفية، مما لا شك ان انت وفية بأمواتك، والقبلة من الصغير للكبير وفاء، وكمان خزان المية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والمية في الرؤية حياة، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولما تملي سطل من الماء وتدخليه البيت، حاجة من الاتنين: إما أن الماء ده مال وأنت يكون الرزق يجري على يديك، وإما هذا الماء طاعة لله عز وجل ودعوة. المية في الرؤية لربما تكون دين، وأنت هتكون سبب في هداية الناس اللي عندك داخل البيت. الرؤية بتاعتك بتحمل بشارة بالرزق، عشان البقالة دي مصدر من مصادر الرزق، وكمان بتحمل لك بشارة بالتوبة والرجوع الكامل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا والله أعلى. هذا المنام رأته ابنة عمتي اسمها إسراء، وحكته لي لأختي، وقالت: حلمت كان ليل وقت المغرب، وفجأة ما شفنا النهار وطلعت الشمس، وقال بده يضل نهار، وطلعنا انا وشيماء، وصدني انا على السطوح، شفنا جبال يتبع. مغيب سوري، انت اول مره تيجي معانا، لكن ما فيش يتبع عندنا، عشان يتبع دي هتتناسى. وشفنا جبال، طيب، وشفنا جبال من بعيد ما كنا نشوفها من قبل. بنت هذه الجبال قريب علينا، وقبل ما تنقلب السماء نهار، طلع قوس قزح لونه أحمر كثير، كويس منظره، وبعد صار نهار. بنت عمتي طالبة جامعية عزباء وأنا عزباء، لكن الرؤية بتقول أن أنت في وقت قريب جدا الأمل هيتحقق. مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر أو طلوع الشمس، فالشمس في الرؤية تحقيق آمال لكم في الحقيقة. والجبال في الرؤية دي مرحلة حياتية صعبة، لكن انتوا هتتجاوزوا هذه المرحلة بفضل من الله عز وجل ويسر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. حلمت لابسة خاتم بفص، وجاءت سيدة وقالت لي: كل الناس بتتكلم عن خاتمك، فاستغربت من ذلك. قلت في نفسي: مع أنه ليس ذهب. فطلبت مني أن تتفحصه، فخلعته ونظرت إليه وأعدته لي ولبسته عزباء. لكن واضح أن أنت هتتخطبي، واضح أن الخاتم في الرؤية خطوبة، ولا ربما تكون جواز. الخاتم في الرؤية ربما يكون جواز، زوج جاي لك، ولكن هو جاي هيحصل فيه ضرب في النص، عشان أنت ما تستغربيش ولا تتفاجعي ولا تخافي، لكن هيرجع تاني يعود، و هيتم لك المراد من رب العباد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت أن أخي مات، وكانت هناك جنازة في المسجد، وذلك لتوضأ، وذهبت لتوضأ وصلاة، وانتهينا، كنت بالطريق فوجدت أخي، فقلت له: ألم تمت؟ قال: لا، وكان لدي شارب، وفي الحقيقة ليس لدي. لكن عايز أقول لك، الموت لو كان أعزب يتجوز، ولو كان متجوز يسافر، ولربما يكون السفر بتاعه سفر طاعة. وكمان الرؤية بتحمل بشارة إنك لك طلب عند ربنا سبحانه وتعالى، فلربما إن ربنا ينظر للطلب بتاعك وجاري تنفيذه، بس المسألة مسألة وقت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. كنت ببيت عم أمي، وكانت أمي وعمتها المتوفيتان، وأنا جلست على السرير بكركب بملابس العرس ومكياج، قلت إنهم لحفيدة عمها، وكانت عندي قطعة قماش كبيرة مسحت فيها أنفي حتى تبللت، ورأيت مخاط جاف أخضر لكن لم أزله. طيب، كنت في بيت عم أمك،
البيت في الرؤية لربما يكون زوج في هذا البيت، لأن ربنا بيقوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالبيت زوج للعزباء وبالنسبة للأعزب زوجة وهكذا. فبيت عم أمك وكانت أمك وعمتها المتوفيتان، يبقى أنت كنت مكروبة، كنت مهمومة وقت هذه الرؤية، وواضح أن أنت عندك كركبة من حيث تجد الراحة، عندك كركبة. الكركبة دي يعني كرب، عندك كرب، عندك هم، وكنت مع ذلك بملابس العرس والمكياج. طيب وجدت قطعة قماش كبيرة، قطعة القماش في الرؤية ستر، ولربما قطعة القماش دي يحدث على يديها الفرج، قطع الستر اللي جايلك ده هيحدث لك فرج، فكل ما يخرج من الجسم فرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بتقول رأيت أني تحت مطر فرحانة، قلت أمطر مطرنا بفضل الله ورحمته، شفت سحابة بيضاء في السماء بعيدة تتقدم، رفعت يدي نزلت مسكتها، قلت أحسها في يدي، وضعتها على صدري بنية الشفاء عزباء، رفعت يدي مسكتها، دي السحابة البيضاء. طيب لكن المطر في الرؤية بشارة جميلة جدا للرائي، ولربما بتدل المطر على استجابة الدعاء الرائي أيضا، ولربما يكون أن أنت لك طلب اللي هو الشفاء، ويتم لك ذلك بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، والله أعلم. واحد سيارة بها هذه الحروف QH، أظن سيارة بيضاء كانت واقفة أمام بيت الجيران آنسة 41، لكن اللي أنا أعرفه أن السيارة مرحلة حياتية جديدة، تمام، مرحلة حياتية جديدة، لربما تكون الحروف دي بداية أسماء أنت عارفاها، والمرحلة الحياتية دي لربما تدل على الارتباط والزواج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.